كيف تكون صور نمطية وكيفاش كتكون المرأة والرجل في الإعلام؟ المرأة ديما شحال هذه كانت في بلاصتها في الدار، ولكن في عصرنا هذا تقدمت المرأة بزاف ولات بحال الراجل في الوظائف وشحال من حاجة. ديالها وتساوي مع الرجل، حتى شي حاجة ما كتقول لنا أن راه خاص يكون الفرق بيناتهم.